ينضم معنا مباشرة مراسل التغيير من بغداد بدر الركابي. أهلا بك بدر، وبالبداية ضعنا في صورة هذه التظاهرة والأعداد المشاركة فيها. نعم زميلتي، قبل دقائق قليلة من الآن انتهت التظاهرة التي كانت متواجدة هنا في القرب من مقر البنك المركزي وسط العاصمة بغداد. قبل ساعة من الآن بدأت التظاهرة بتجمهر العشرات من مختلف المحافظات العراقية وكذلك من يتواجد من العاصمة بغداد. تواجدوا بالبداية عند ساحة الرصافي ومن ثم توجهوا سيرا على الأقدام إلى بناية البنك المركزي. التظاهرة تطالب بمعالجات حقيقية وواقعية وملموسة على الأرض فيما يتعلق بسعر صرف الدولار. نتحدث عن 154 و500 دينار لكل 100 دولار، مقابل بأن السعر الرسمي الذي يصدر عن البنك المركزي هو 132، بالتالي نتحدث عن فارق كبير في السعر بما يوجد فيه الرسمي وبينما متاح في الأسواق. هذا الأمر ولد يعني تأثيرات وانعكاسات كبيرة على السوق وعلى حركة التجار وكذلك حتى على يعني عيشة المواطنين. هذا ما جعل ودفع العشرات أن يتواجدوا هنا بالقرب من البنك المركزي ويطالبون البنك المركزي وكذلك الحكومة بأن تكون هناك إجراءات حقيقية لمعالجة هذه الأزمة. هذه الأزمة التي بدأت تستفحل بشكل كبير وتكون لديها انعكاسات واضحة. يعني إذا تحدثنا قليلا عن هذه الانعكاسات وأيضا نضع المشاهد الكريم وأنتم بالصورة وتشاهدون حاليا، هذا هو قلب العاصمة بغداد. نتحدث هنا عن بناية البنك المركزي وكذلك المنطقة القريبة منه. تحدثنا هنا عن السوق العربي وكذلك أيضا الأسواق الأخرى. إذا أمكن يعني كما يضعنا المصور حاليا بصورة وتشاهدون يعني الشارع شبه فارغ، نعم، ولا نشأت فيه كثافة كما كانت معهودة. هذا الأمر ناجم عن انعكاسات ارتفاع سعر صرف الدولار. نتحدث عن يعني شبه يعني ضعف بالحركة وأيضا انعدام للمتسوقين، وهذا الأمر يعني أتى نتيجة للتغيرات في سعر صرف الدولار والتي أثرت اليوم على هذه الحركة. هذا ما جعل هذه الأعداد تتواجد بالقرب من البنك المركزي وهي تطالب محافظ البنك المركزي وكذلك أيضا الجهات المعنية والحكومة وهي تتحدث دائما بمعالجات وأيضا بمتابعات حول هذا الملف، لكن لم نشاهد إلى الآن خطوات ملموسة على أرض الواقع تسهم في قضية تقليل الفارق بين السعر الرسمي لسعر صرف الدولار وكذلك أيضا السعر الموازي. دعينا نتحدث مع من يتواجد بالقرب منا من أصحاب البسطات ونستمع إليهم حول معاناتهم بخصوص سعر صرف الدولار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيش الدولار اليوم وشون أثر عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدولار صار وصل من البارحة واليوم، البارحة كان 53.5، اليوم وصل 54.5. وضعية الدولار أثرت على السوق. شلون أثرت على السوق؟ أثرت على السوق لأن التجار ما تقدر تسحب من عنده. أول شيء صعود البضاعة، بضاعة إذا الدرزن كان ب 9 دولار ينضرب على 148 يطلع الدرزن ب 9، إذا ينضرب على 153 154 من قاعد يصير الدرزن 11,000 دينار، فأبو الوقود اليومية بعد ما يقدر يشتغل. يعني اليوم أنتم أصحاب البساط أكثر المتضررين. زيادة المتضررين أصحاب البسطيات وأصحاب المحلات يتضررون بالأزيد. إيش صار الفرق دخلك اليومي قبل عن كان السعر نوعا ما جيد قريب من السعر الرسمي وحاليا؟ حاليا بذيك الايام من كان 48 ثبت صارت حركه بالسوق. زين قدرنا يعني نساعد ويا التجار حددوا اسعار الدرازن قدرنا نشتغل، بس هسه من قام يصعد من 53.5 53.5 54.5 اثرت على وضعيه الدرازن، يعني بعد ابو وقود اليومي ما يقدر يشتغل. اذا صعد ووصل لل 60 اكثر من ال 60 نقعد اصلا نقعد نعزل احسن. اها والله يعني ينتهي تقريبا السوق؟ ينتهي السوق. لازم يشوفون لنا صورة حل، والناشد استاذ محمد الشياع السوداني ان ينظر لهاي الناس الفقرة، لان بلد تعب، شعب تعب، ونقول لهم الله 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 بالفقرة. شكرا لك. ما حد يصبح ما حد يكتب عليك وحق ربك. شلون الصحة؟ الله يخليك. شلون وضع شغلك هسه؟ والله يا عمي الوضع شغلي كفيلك الله تعبان. ها تعبان كفيلك الله، وما حد التفت علينا ولا حد يقلبنا ولا حد يقول لنا احنا وين عايشين. كم كروت كنت تحصيل؟ عم ضيم 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 والله ما اخليه من حاجه السامع طايح حظنا عجبنا والله العظيم عجبنا قمنا نجد بيها اجداوه.
كفيلك الله مجد بها الدواء حتى يبقى واحد ما تزيد على العالم وهاك فلان وهاك فلان. كفيلك الله. انا حصلت على الدولار منين؟ خاف يقول لك من الخارج كذب، خاف يقول لك منين؟ ما دام احزاب بياناتها هم بياناتهم مستعدون الدولار، خاف واحد يقول لك. طيب كانت ايش قد الكراوي هسه ايش قد بالحماله وياك؟ خالي كفيلك الله قبل من شغلنا ب 30 25 حمله اصلا ما في. كفيلك الله بعد عدة مرات تقرص كراوي ونروح للبيت والحمد لله والشكر. زين كفيلك الله وضعيه تعبانه حتى يعني مو شلون ما شاء. شكرا لك. زين شكرا لك. الله شكرا. نعم زميلتي كما سمعتي لهذه التفصيلات من المواطنين نتحدث عن يعني سوق يعاني الكثير وتجار واصحاب بسطات وايضا الاخوان هنا من الحمالين الجميع متضرر من تداعيات الدولار وانعكاسات هذه الازمه على السوق بشكل عام. نعم مراسل التغيير من بغداد بدر الركابي شكرا لك على نقل هذه الصوره.